عد اشارته احمد، عد اشارته احمد العدوي، عمرو احمد سعود، عمرو وضاعت ضاعت ضاعت، ويتألق احمد سعود وينقذ درب. وبالتحديد في شوط المباراة الأول يمكن ركلة الجزاء بتأتي له مكافأة، على طول رافت لكن تصدي رائع هنا من أحمد السعودي، ممتاز السعودي والله، حارس مميز جدا حارس مرمى نجوم المستقبل.
حرة على طول بيعلقها داخل منطقة الجزاء، لكن أحمد السعودي موجود وظاهر في الكرة الماضية، اللي بيلعب كرة طولية أمامية لأحمد أيوب اللي لعب الكرة لقدام على طول. عبد الله توفيق اللي لعب الكرة لقدام على طول. عبد الله توفيق مصري، المصري على طول بيحاول داخل منطقة الجزاء. هدف حفظ مال وكي بقى ولا ايه؟ ولكن حارس المرمى احمد السعودي كل مره بتوصل الكوره المرمى. حسن على التنفيذ، اول ركله حسن. يا سلام يا سعودي، يا سلام يا سعودي. خوف بيلا احمد المصري بيحاول على طول، كره رافت وتسديد، لكن حارس المرمى احمد السعودي بخبرات السنين بتحضر في الكره الماضيه بيتصدر. مرة ثانية تسديدة ولكن في المتناول لحارس المرمى، ولكن تسديدة مميزة من اللاعب. تعلق على الحارس احمد صالح من جديد. احمد محسن، احمد محسن لحد عند بعيد، احمد محسن، احمد محسن، احمد محسن وفي ايد الحارس احمد سعودي.